عايزين نتغدى. ابعد عن وشي دلوقتي. ابعد عن وشي. بقول لك عايزين نتغدى. ابعد عن وشي دلوقتي يا محمد، انت شايفني فاضيه؟ هنروح نحط لنفسي يعني؟ حط لنفسك يا محمد وانت صغير. قول له انت صغير، انت اللي تحط الاكل مش انا طبعا. ولا ما تزعقليش ولا. ما هو انت اللي هتحط الاكل واحنا اللي هنحطوه يعني. انت صوتك، قلت لك لما اخلص هغرف لك. ايه ده بقت ايام ما يعلم بغى ربنا. ايه الادب؟ ناقص انا. استغفر الله العظيم. في ايه يا ابن مان؟ يا عم انت امك دي زهقتني. زهقتني في ايه؟ زهقتك في ايه؟ انت عملت لك ايه يا امك؟ امك كل ما نيجي نطلب منها اكل عايز نتغدى غور من وشي مش عارفه ايه وتفضل تزعق وما عادش بتعمل اي حاجه في البيت. يا امك ما عادش بتعمل اي حاجه في البيت؟ ايوه. ما انت بتعمل ايه طيب؟ فين الغدا؟ يا عم ماشي وماله، هي بتقول لك هي بتنضف الثلاجه، ما تنضفش يعني؟ تحط الغدا الاول بعد كده تروح تنضف. يا سلام، ده كل يوم على كده. وبعدين تتزعق معاها ليه اساسا؟ بعدين ده امك يعني. انت سمعتها هي؟ أمك. سمعتين انا وما سمعتهاش هي؟ وهي يعني تزعق علينا؟ احنا مش عيالها ولا ايه؟ في ايه مال؟ بتزعق عشان الغدا اتحط. يا عم ماشي، هي بتقول لك استنى شويه هتحط لك الغدا عادي. مش بتعمل اي حاجه. مين دي اللي ما عادش تعمل اي حاجه يا ابني؟ هي امك. ما عادش بتعمل اي حاجه؟ ايوه ما عادش بتعمل حاجه. بتعمل ايه طيب؟ هو ايه اللي بتعمل ايه؟ الفرشه اللي انت قاعد عليها دي نظيفه ولا ايه نظامها بالظبط؟ معفنه؟ شايفها معفنه؟ يا عم نظيفه. امال ايه مالها؟ هو انا قلت على حاجه على الفرشه؟ انا الاكل يا يوسف، الاكل. المغرب هيأذن وما اتغدناش. يا ابن امك دي بتعمل 50 شغلانه في اليوم، ما يغركش ليه قاعده كده مثلا؟ انت بتشوفها قاعده في حته واحده كده خلاص ما بتعملش حاجه. تعمل ايه هي؟ تعمل ايه؟ شغل البيت ده ايه يعني؟ هو ايه اللي احنا اللي بنتعبوا بره؟ متعبوا بره ايه يا ابني؟ احنا شغالين في شغلانه واحده بس، ما تتحركوش من مكاننا. ولا ما تتحركوش يا ابني، ما تتعبش انت في شغلك يعني. يا عم ماشي بتعب، بس هي برضو يعني هي ما بتتعبش، هي ست كبيره. انت هتجيب ست كبيره للشباب زينا؟ يا عم ست كبيره وبدات تخرب. طب يا عم انا اسالك سؤال، مين اللي بياكلك؟ هي امي طبعا، وانا اللي هنحط لنفسي. طيب يا عم اهو، مين اللي بيغسل لك هدومك؟ امي. مين اللي بينظف لك؟ امي. مين لما بتكون تعبان بيسهر عليك؟ امي. امال ايه مالك يا عم؟ احنا من غير امك ولا نسوا اي حاجه. حبيبي يا يوسف، ربنا يهديك يا ابني يا رب، يهديك يا محمد. هتأجر واحده يعني من الشارع تسهر عليك لما تكون تعبان؟ لا طبعا. امك دي انت لو سويتها بكنوز الدنيا مش هتلاقي زيها. في فعلا يوسف عندك حق. يا عم بص، هي لو تعبانه شويه عادي، انت ايه السهد؟ انت مش في اوقات بتيجي عليك انت بتكون تعبان واي حد يجي قدامك بتشوت فيه؟ هي بني ادمه زينا برضو، ما احنا مش كل طلب احنا نطلبوه هي هتنفذه بالملي. عندك حق يوسف. قوم يا عم راضي. ماشي. يا ام عامله ايه؟ بقول لك ما تزعليش مني بقى، من عاملك وحش بس ساعات شيطان انت عارف. محمد سمعتك وانت بتكلم اخوك. هو فعلا يوسف كلمني وفهمنا كل حاجه. يا محمد انا شفتك وانت بتستهي في اي حاجه امك بتعملها. معلش يا ام. وحاطط قصادها ان انت بتشتغل. اه انت بتشتغل وانا برضو بشتغل يا محمد. مش معنى ان انا قاعده في البيت يبقى ما بشتغلش. انا اللي بكنس وانا اللي بمسح وانا اللي بنضف وانا اللي بعمل الاكل وانا اللي بشيل الاكل وانا اللي بغسل لك فرشتك وانا اللي بمرضك لما بتبقى تعبان وانا اللي بسال عليك. كل ده انت مش هتلاقيه لو انا مش موجوده. فعلا يا ام والله. يعني كل ده لو هتشيلني هتجيب واحده مكاني تشتغل. هو اخويا الكبير عرفنا كل حاجه وحقك عليا. معلش يا ام. ماشي يا محمد، ربنا يهديك. انا ما ازعلش منك يا ابني، بس لازم تستحمل عصبيتي يعني. انا متعصبه، متضايقه، مخنوقه، في حاجه مضايقاني، لازم انت برضو تستحملني. مين هيستحملني لو انت مش هتستحملني انت واخوك؟ مين؟ معلش يا ماما، مفيش حد طبعا. ربنا يهديك. معلش سامحيني بقى. ماشي يا محمد، ما ازعلش منك.